اشتي علي احمد علي وعلي صالح، احمد علي وعلي صالح اعداء الشباب. خنساء اليمن كما بات يطلق عليها تؤكد صرختها تمسك الثوار بمطلب رحيل النظام، ويعيد دم ابنها ومئات القتلى والجرحى كما يبدو الروح إلى الحراك في اليمن بجوانبه الشعبية والعسكرية والسياسية. الإعدام مطلب ترفعه المحافظات الثائرة بعدما يعرف بمجزرة 18 و19 من سبتمبر أيلول، لكن ما بعد هذا التاريخ ليس مثل الذي قبله. يعود الرئيس الجريح إلى بلده بروح المنتقم كما يقول خصومه، وتشتد بؤر القتال في تعز وأرحب فيبرز الجانب القبلي فيها، وتحل ذكرى ثورة 26 من سبتمبر ضد حكم الإمامة في الستينيات فتؤلف اليمنيين على قلب ثورة التغيير. بعدها يتحرك المجتمع الدولي أخيرة، لكن بعيدا عن نبض الشارع ومعاناته. في بؤر القتال يسقط قبليون طائرة حربية من طراز سوخوي 22 في قرية الدغيش شمال شرق صنعاء بعد أن قصفت منطقتي نهم وأرحب. وفي تعز دوي انفجارات شديدة شمال المدينة خلال ساعات الليل، وتتجدد الاشتباكات بين قوات صالح ومسلحين من أنصار الثورة. مع ذلك يبقى مشهد الثورة في تعز هو الأقوى، وترفع هي وصنعاء أطول عريضة للفت الرأي العام الدولي الإنساني، وتحمل التواقع لونين، الأزرق سلمية الثورة والأحمر دماء الشهداء. لكن المجتمع الدولي يبدو أنه لا يرى من مشاكل اليمن غير المسلح منها، ومن الحلول ما يرفضه الثوار وترتضيه المبادرة الخليجية برعاية السعودية. وفي الأمم المتحدة يختصر وزير الخارجية اليمني ما يجري في بلاده بأنها ليست سوى أزمات تفتعلها معارضة فشلت في الانتخابات. قررت المعارضة السياسية التي كانت رديفا للنظام الحاكم منذ قيام دولة الوحدة في مايو 1990 الخروج عن القواسم المشتركة. المعارضة تخرج على الحاكم سياسيا يقول القربي، بينما يلمح الرئيس صالح أنها ترتكب والشباب من ورائها خطيئة الخروج الديني عن الحاكم، ويطالب جمعية علماء اليمن الموالية له بحكم شرعي في ذلك، ويخشى مراقبون أن يجعل صالح من الدين وسيلة لشرعنة سفك الدماء بعد أن كان الدستور مبرره للتمسك بالحكم. ويا شعبي صالح كذاب، يا شعبي صالح كذاب، هو ابنه راس الإرهاب. يهدد الرئيس اليمني في خطاباته بالإرهاب والقاعدة، فترفع حج شمال صنعاء لافتات تتعهد بتطهير البلاد منها كما فعلت القبائل قبل في أبين. يهدد صالح بالانفصال ليخرج ثوار عدن لا في وحدة يمنية شاملة بل عربية ثائرة، حيث ترفع أعلام ليبيا ويحمل هم سوريا. يهدد صالح بالحرب الأهلية، فيصر ثوار ذمار على أنها الدولة المدنية هي المبتغى إذن، لكن الشهور الثمانية تظهر كم هو وحيد شعب اليمن الثائر في مسيرة نضاله، مع ما يشتكيه الثوار من تشبث الحاكم وتخاذل النصير وتجاهل أو تآمر الخارج.